بريمير ليج السنه دي رغم ان هو كان موسم صعب. موسم طويل جدا وموسم صعب على كل الانديه، لكن انت بتتكلم على نادي او اتنين انديه وصلوا في المربع لليوروبا ليج، بتتكلم على اتنين انديه وصلوا للفاينل للتشامبيونز ليج، وده بيوريك قوه البريمير ليج، وازاي ان حتى رغم الصعوبات او الصعوبات الماديه اللي بتواجهها كل انديه العالم، ان هتلاقي ان انديه البريمير ليج اقل الانديه تاثرا او تاثر اكتر لا أقل هو تاثر فنيا، لا اقل الانديه اللي تاثرت اقتصاديا بمشكله الكوفيد 19 او الكورونا هي الانديه الانجليزيه. انت عندك ريال مدريد مشكله، برشلونه مشكله، والدوري الانجليزي اثر بشكل كبير يا ميدو. لا كبير. انا بتكلم مقارنه بالدوريات الثانيه. انت عارف الدوري الايطالي يا سيف، الدوري الايطالي في انديه كتيره جدا هتعلن افلاسها. انجلترا لا، انجلترا حصل كميه ضخ اموال من البريمير ليج علشان يقدروا ان هم يساندوا الانديه ويخلوهم ان هم يفضلوا واقفين على رجليهم. باراشوتنج ماني بتوريك قوه انجلترا عامله ازاي. انت عارف عايز اقول لك حاجه، دوله قويه انجلترا دي، في حاجه بسيطه جدا. انت عارف اختيار المنتخب الاسباني لعيبه في ليدز راح منتخب اسبانيا وريال مدريد؟ وريال مدريد ولا واحد لعيب. تخيل ريال مدريد ولا لعيب اسباني راح منتخب، ولعيبه في ليدز راحت منتخب في الدوري الانجليزي. يدل على قوه الدوري الانجليزي فعلا. الدوري الاسباني تاثر بشكل كبير جدا، والايطالي يا شايف سيف ده ايطاليا بقى كويس احسن. لا مش السنه كان حلو، مش بتكلم على القوه، بتكلم اقتصاديا. اقتصاديا يا سيف انت بتتكلم. الميلان عنده ازمه، الانتر خد الدوري، والراجل تاني كلمه بعد ما خدوا الدوري بيطلب من اللعيبه والمدربين ان هم ينزلوا 30% من العقود بتاعتهم. 30% اليوفي قال لك انا دخلت السوبر ليج ده لان انا عندي مشكله، عندي فاينانشال بروبلم. الدوري الانجليزي طلع فعلا بسرعه، يعني حتى المستويات كانت قلبت طلع ورجع الجمهور وعمل النقل والبث الفضائي بتاع الدوري الانجليزي هو اعلى رقم بيتاخد لاي دوري في العالم يا سيف. ارقام خزعبليه يعني. صح. انت لما بيبيع 3 سنين للشرق الاقصى مش عارف بمليار وشويه، ده بس الشرق الاقصى، غير الشرق الاوسط، غير امريكا. صح. كل دي ارقام بتحط لك لكل الانديه، بتتحط لها للانديه كلها، ارقام كبيره جدا.